السلام عليكم. اليوم حبيت نكلم لكم على مشروع رائع جدا على مستوى مدينة الجزائر العاصمة، وهو مشروع نتاع مونوراي، يعني أو مترو هوائي. يعني فيه تفكير لإنشاء هذا المونوراي في الجزائر العاصمة، والفكرة قديمة تعود إلى 2008، يعني لكن بعض الـ يعني المهندسين في الجزائر فكروا في هذا المشروع هذا، والخط يعتبر خط يعني مهم جدا، حيث أنه التصميم على حسب التصميم هذا الخط ينطلق من منطقة قصر المعارف بالمحمدية ويمر على الصابلات وعلى مارينا تاع الجزائر، ثم يطلع باتجاه الطريق نتاع بن عكنون، يمر على يعني حتى يصل إلى مستوى زيرالدا، ويمر بمناطق اللي ما فيهاش الترامواي ولا المترو. مشروع هام جدا ومشروع جميل، إن شاء الله إن شاء الله يتحقق المشروع هذا. نخليكم تشوفوا الفيديو هذا وتشوفوا المسار نتاع المونوراي هذا، والسلام عليكم. الان نعتبره بلي راهي فكره تحتاج الى البحث فيها، تعميق يعني الفكره هذا، ونظرا لاهميته قد ان شاء الله نسعى لتسجيله ما دام يرمي الى نفس المبتغى، وهو فك الخناق على العاصمه من ناحيه فك الاختناق من ناحيه حركه المرور.